والذي أريد البحث فيه إنما هو في الأصل الثاني والقاعدة الثانية، ألا وهي إفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع والقدوة. فنحن نعلم جميعا كما أشرت آنفا أنه لا يتم إيمان امرئ مسلم إلا بالإيمان بأن محمد رسول الله، وأن إنسانا ما على وجه الأرض لو شهد لله عز وجل بالوحدانية بمعانيها الثلاثة فلا يكون مؤمنا إلا إذا ضم إلى ذلك إيمانه بأن محمدا عبده ورسوله. وإذ الأمر كذلك، فكما ينبغي لكل مسلم أن يتعلم معنى الكلمة الطيبة فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويجب عليه بعد أن يتعلمها وأن يتعرف على حقيقة معناها أمران اثنان: الإيمان بها أولا، ثم تحقيقها في نفسه وفي عبادته وفي عقيدته بالله ثانيا، كما أشرت إليه آنفا أنكم لستم إن شاء الله بحاجة إلى الخوض في تفاصيل ذلك.